أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزيع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد على المحتاجين والفقراء في جزر القمر بالتعاون مع الهلال الأحمر القمري. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن برنامج الجمعية الرمضاني يشمل عدة جزر في جزر القمر، ومنها القمر الكبرى ومهيلي وأنشوان. وأضاف أن الجمعية وزعت مع بداية شهر رمضان الفضيل السلال الغذائية في قرية داويني بمنطقة بامباو العليا، حيث استفاد جميع أسر هذه القرية منها، والبالغ عددها أكثر من 73 أسرة.